الخبر القادم ليه علاقة بمشروع ناقشنا هنا في حديث القاهرة، قانون المسؤولية الطبية. النهاردة نقابة الأطباء في اسكندرية كانت عاملة جلسة نقاشية مهمة حوالين قانون المسؤولية الطبية، وكلمت فيها عن الملاحظات اللي شايفة أنها ضرورية أنها تكون موجودة في هذا القوانين، على الأقل عشان نوقف هجرة أطبائنا وشبابنا من الأطباء اللي بيطلعوا بالدفعات لبره. طب إيه هي الملاحظات؟ وخصوصاً هم قالوا أن لو لم يخرج قانون المسؤولية الطبية في أقرب وقت ممكن بشكل عادل، ده ممكن يأثر تأثيرات كارثية على القطاع الصحي في مصر. كلمة كبيرة قوي يعني. خلينا نقول معنا الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء على التليفون، هيوضح لنا أكتر الموضوع. يا دكتور مساء الخير. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. يعني ليه متعطل هذا القانون؟ إيه النقط اللي تم الاختلاف عليها لهذه الدرجة وعشان كده ما بيخرجش قانون المسؤولية الطبية يا فندم؟ والله ليه متعطل، يتسأل البرلمان مجلس النواب ويتسأل مجلس الوزراء. إنما إحنا كنا وصلنا لاتفاقات جيدة جدا مع لجنة الصحة في مجلس النواب من أكتر من سنة أو سنة ونص، وبقى في مشروع قانون مشابه لمعظم الدول اللي حوالينا وأوروبا كلها. طبعا أوروبا من 40-50 سنة ودول الخليج كلها بلا استثناء بقى فيها قانون مسؤولية طبية. الحقيقة استمرار الوضع على ما هو عليه أو تقنين الوضع الحالي ده كارثة فعلا، زي ما قال الزملاء في اسكندرية وفي كل محافظات مصر. طب انا يعني هكلم مع حضرتك على ليه هو بالظبط كارثه طالما ما خرجش، لكن هو السؤال، حضرتك كنقابه بتتواصلوا مع الحكومه بشكل دائم ومع اعضاء البرلمان بشكل دائم وكان بينكم جلسات نقاش، ايه الاسباب اللي بيقولوها لكم؟ ليه ما بيتمش دخول هذا القانون يعني بالشكل الاساسي في مرحله التفعيل علشان يخرج؟ يعني مناقشات يتم الانتهاء بها بمسوده يقدر يخرج. هو الحقيقه المسوده كانت موجوده وفي مجلس النواب، وبعدين فوجئنا بمشروع قانون آخر بعته مجلس الوزراء، السيد المستشار بتاع مجلس الوزراء بعته للنقابة، مشروع قانون مفرغ القانون تماما من مضمونه. فما فيش هيئة لتحديد المسؤولية الطبية. هو أهم حاجة يا أستاذة كريمة في أي قانون المسؤولية الطبية في العالم أنه في جهة، هيئة عامة، هيئة أو لجنة عليا، أي يسموها زي ما يسموها، الجهة دي أي شكاوى ضد مقدم الخدمة أو ضد الأطباء يتم إحالتها للهيئة دي. الهيئة دي بتشكل لجان نوعية، بتحقق لجان فنية، بتحقق مع الطبيب وتسمع المريض وتحقق معاه تحقيق فني وعلمي وتحدد بقى المسؤولية وتكتب تقريرها، والتقرير ده يرجع لجهات التقاضي العاديه جدا. يعني احنا مش بديل لجهات التقاضي، لكن انتوا بتقولوا نلجا لاهل الخبره علشان الاطباء دول هم اللي هيبقوا فاهمين اذا كان الطبيب ده قصر في اداء واجبه واحدث خطا طبي، ولا الموضوع ما كانش خطا للطبيب وان دي اشياء طبيعيه ومضاعفات او غيرها ايا كانت الاسباب، بدل اللجوء للاسم على طول ونلاقي الاطباء محبوسين. طيب بالظبط كده. الحاجه الأهم بقى هو التمييز بين المسؤولية المدنية، يعني افترضنا أنه المضاعفات اللي حصلت للمريض نتيجة خطأ فعلا من الطبيب. طبعا الاحتمال الأول أنه ما فيش خطأ من الطبيب وأن ده طبيعة المرض وتطور المرض ومضاعفات لا يمكن تجنبها، وده أمر الله، ففي الحالة دي تنتفي المسؤولية على الطبيب. طب لو في مسؤولية على الطبيب، القانون الحالي لو الطبيب هو اللي مخطئ، القانون الحالي بيحاسب الطبيب بقانون العقوبات. قانون العقوبات في حبس او غرامه، العقوبات بتاعته حبس، لانه ده يعني زي احداث عاهه مستديمه او قتل خطا، زي سواق ميكروباص مثلا لا قدر الله ضرب واحد في الشارع. الطبيب لما المريض بيحصل له مضاعفات، الطبيب ما كانش بيتخانق مع المريض واحداث له عاهه مستديمه. هذا لا يستقيم ابدا في العصر اللي احنا عايشين فيه. ففي حتى قانون السعوديه سماها المسؤوليه المدنيه. المسؤوليه إذن المدنيه، اذا هنا المفترض ما يبقاش قانون العقوبات، يبقى يطبق على قانون تعويضات، يبقى قانون مدني بنسميها مسؤوليه مدنيه تقع على الطبيب.
لو الضرر اللي حصل للمريض نتيجه خطا. طب ده اللي حضراتكم طالبينه كده، وضحت الجزئيه اللي احنا طالبينه. ايه بقى اللي جالكم من الحكومه وبالتالي او جه في مشروع الحكومه ويتنافى مع ده، فبالتالي وقف الموضوع عند هنا؟ ايوه، وتبقى اللي احنا بنقوله بقى تبقى مسؤوليه مدنيه، وتبقى العقوبه تعويضات لجبر الضرر اللي حصل للمريض. اللي الحكومه بعتاه ما فيهوش تمييز بين المسؤوليه المدنيه والمسؤوليه الجنائيه. القانون حتى في دول العالم وبما فيها القانون السعوديه اللي هي الدوله اللي بتستضيف اكثر من 60,000 طبيب مصري، في تمييز بين المسؤوليه المدنيه والمسؤوليه الجنائيه. المسؤوليه الجنائيه لو الدكتور بيعمل في غير تخصصه او في مكان تحت السلم او بيخالف قوانين الدوله اللي هي الاصول المتعارف عليها في عالم الطب اللي من المفترض انتفائها، مع انك بتعرض حياه المريض للخطر. كده وضحت بالزبط. الجزئيه دي. اخر سؤال اسمح لي، اذا حضرتك قلت اذا لم يخرج هذا القانون للنور، لا اسمحي لي اوضح لك حاجه مهمه جدا. لانه التمييز بين المسؤوليه المدنيه والمسؤوليه الجنائيه ده حجر اساس في اي قانون للمسؤوليه الطبيه. لانه صحيح. غير مقبول الحبس، عقوبه الحبس في الاخطاء الطبيه غير مقبوله اطلاقا. الاطباء ما بيرتكبوش جريمه وهم بيحاولوا يعالجوا المريض. دي وضحت جدا سياده النقيب، حضرتك شرحتها لنا بالتفصيل، وان في حاجه اسمها ان ده شيء مدني يعني يبقى المقابل ليه تعويضات، وبعد ما الحكم على هذه الحاله من خلال لجنه متخصصه من الاطباء لان هم افهم بالضبط. بالموضوع دي وضحت. ومفيش حاجه اسمها حبس احتياطي للاطباء طبعا، يعني مفيش دكتور يحب يتحبس بمجرد حد قدم فيه شكوى، وده بيحصل الله. كتير. هو احنا عندنا كتير يا فندم اطباء اتحبسوا في قضايا مشابهه بتاعت الاخطاء الطبيه؟ بيحصل كتير. طبعا طبعا، واخرها يعني 3 اطباء في مستشفى بطشت طالع عليهم حكم حبس 3 سنين، وطبيب اسكندريه استاذ تخدير طالع عليه حبس سنه. طب حضراتكم عندكم حصر، قدمتوا حصر بعدد الاطباء اللي تم حبسهم على الاقل على مدار السنه اللي فاتت؟ عندكم حصر بيهم يا فندم؟ اللي احنا بنعرفه، لانه ممكن يبقى في قضايا لم تصلنا. اللي انتوا بتعرفوه كام تقريبا؟ لا عدد سيء يعني عشرات. لا هي القضيه انه اي طبيب وهو بيشتغل هيبقى خايف جدا تحصل مضاعفات معاه، فممكن يرفض يعالج المريض اللي فيه على درجه عاليه من الخطوره، اللي حاله حرجه. صحيح. هيقول له انا مش هاخد المسؤوليه كده. اللي هيدفع الثمن في الحاله دي المرضى بتوعنا، اهلنا يعني. طبعا احنا مش هلاقوا حد يعالجهم. نلجأ للطب الدفاعي. كده واضح. الطب الدفاعي ده مشهور جدا في امريكا، لانه هناك بيخافوا من التعويضات. احنا بنخاف من حاجه اسوأ من التعويضات اللي هو الحبس. طبعا ده لا يليق بمهنه الطب، اذا ان يعني مفترض ان الطبيب اقسم على حفظ حياه المرضى. انا بشكرك كده جدا. كده الطبيب يا اخر نقطه وحياتك، لانه ده لازم نحذر الدوله. كده الطبيب في السعوديه ما بيتسجنش، ما فيش عقوبه حبس في الاخطاء الفنيه. نمره 2 بياخد مرتبات مش عايز اتكلم عنها. لا احنا عارفينها يا فندم، احنا عارفينها وعارفين ان ده السبب الرئيسي للتاني لهجره الاطباء من مصر، واحنا محتاجين لكل طبيب. يبقى مش معقوله مرتبات هنا ضعيفه وحبس واعتداء على المستشفيات. ده امر لا يستقيم. دكتور احنا هنتابع الموضوع، الانتباه لده. احنا هنتابع موضوع يعني هذا القانون لانه في غايه الاهميه، لازم يكون في قوه دافعه لاخراج هذا القانون للنور بالشكل المتفق عليه من قبل الأطباء والمتخصصين ومن البرلمانيين كمان والحكومة. ليه لا يعني، ما احناش أقل من أي دولة تانية. بشكرك جدا دكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، شكرا جزيلا.